يسبغ شهر رمضان المبارك أجواءه المتميزة في أسواق مدينة طرطوس القديمة، حيث تتنوع الأطباق من حلويات وعصائر ومواد أخرى بطريقة عرض لافتة ضمن المحال التجارية، مع إقبال المواطنين لشراء حاجياتهم قبل موعد الإفطار. أجواء رمضان حلوة والعالم رايحة وجاية من أحلى ما يكون، وعم تروح تيجي لعنا يوميا هيك. من بيع عن جزر، توت، سوس، ليمون، برتقال، تمر هندي، كله موجود بحمد الله، شربات كاملة من رمضان. نحن هون بيعين العصير، تمر هندي، برتقال، سوس، توت، جزر. هذه رمضانية كل سنة نشتغل هالشغل هذا، صرنا 30 سنة بهالمصلحة. رمضان كريم، كل عام أنتم بألف خير، أجواء مميزة بطرطوس، إن شاء الله عبيد كل سنة وتضلوا طيبين إن شاء الله. حلوة ما في منها، كتير حلوة، جباري بتتميز، خاصة هذا الشارع هون بتميز بالعجقة والعالم والناس. كويس كتير كتير الحمد لله، كل سنة وانتم سالمين. أجواء حلوة الحمد لله. تتميز أخي بالمشروبات الرمضانية وخبز رمضان والازدحام وكل شيء، كل شيء حلو الأجواء برمضان هنا. بالرغم من الأوضاع الاقتصادية الصعبة وارتفاع الأسعار، يقيم أهالي طرطوس الطقوس والتقاليد الخاصة بالشهر الفضيل. محمد حسن، الإخبارية السورية، طرطوس.